في الفترة الأخيرة ظهر ترند على السوشيال ميديا مرتبط بنوع من الأعشاب الهندية واللي هو اسمه الأشواغاندا. المفروض أن النوع ده من الأعشاب بيستخدم في الهند مع جلسات اليوجا علشان يساعد أنه يخفف التوتر والقلق وكمان يقاوم الاكتئاب. المشكلة فين؟ المشكلة في أن الكلام على الأشواغاندا مقسوم لنصين على السوشيال ميديا طبعا. نص بيقولك عادي جدا ممكن تستخدمها طول العمر زي الفيتامين، ولكن في الوقت نفسه لقينا كلام تاني بيقول أن النوع ده من الأعشاب تحديدا ما ينفعش يستخدم بدون الرجوع لطبيب، وما ينفعش يستخدم لأكتر من شهر متواصل، وأن الأثار الجانبية ليه ممكن تكون كارثية. ولأن الموضوع محتاج حد خبير طبعا يكلمنا عنه، هيكون معانا دلوقتي على زوم الدكتورة نهى الشتاوي، استشاري التغذية العلاجية. في البداية عايزين حضرتك تعرفي فينا اكتر وتعرفي الناس عن الاشواغاندا. يعني ايه اشواغاندا؟ الاشواغاندا بتعمل ايه؟ الاشواغاندا هي عشبه هنديه بيستعملوها في الطب الهندي القديم من قديم الازل، وبيستعملوها في حاجات كتيره جدا. زي ما احنا عارفين الهند دايما عندهم موضوع الاعشاب والعلاج بالطبيعه والعلاج بالنباتات، حاجه معروفه جدا عندهم من زمان، ومن ضمن الحاجات اللي هو كانت بتدخل في كل الحاجات بتاعتهم العلاجيه الاشواغاندا. الاشواغاندا نبته بتقلل الستريس، هي كانوا بيقولوا ان هي ادابتوجينيك. ادابتوجينيك يعني بترجع كل الهرمونز او كل حاجه لطبيعتها، بس ده الكلام ده مش حقيقي، وعشان كده في تحذيرات مهمه جدا هقولها. بس الاشواغاندا ايه مميزاتها؟ مميزاتها الستريس ريليف، او ان هي بتقلل من التوتر، بتقلل من ضغط الدم، وبتقلل من السكر، بتقلل من كل الحاجات دي. بتاثر جامد جدا على الغده الكظريه اللي هي الغده الادرينال جلاند، فبتقلل كل هي الغده دي اللي بتفرز الكورتيزول اللي هو بيساعد على التوتر او بيتفرز في حاله التوتر. فطبعا هي بتقلل افراز الغده الكظريه او الادرينال جلاند للكورتيزول. الكورتيزول مشكلته كمان ان هو هرمون بيهدم مش بيبني، يعني كاتابوليك هرمون، يعني بيقلل من بناء العضلات وبيقلل من بناء التيشو، فبالتالي هي مضر جدا لما حد يتعرض للستريس ان احنا ما نعرفش ازاي نقلله. الحاجات اللي بتقلل الستريس كادويه يعني بتبقى خطر شويه، او ما بنستعملهاش غير في الحاجات الكبيره. بس الاشواغاندا بتتدخل في الحته دي وبتقلل الستريس، بتظبط النوم، بتظبط ضغط الدم، بتظبط السكر، فبالتالي طبعا مفيده جدا جدا لاي حد بيعاني من ارق، اكتئاب، بشغله فيه ستريس، او في وقت في حياته فيه عنده ستريس، فالاشواغاندا بتساعد جدا على الموضوع ده. طب احنا ليه لما بنعمل سيرتش عنها على الانترنت بنلاقي ان هي اسمها عشبه الموت؟ ما هو في تحذيرات، انا لسه كنت بقول لك ان في تحذيرات كتير جدا عن عشبه الاشواغاندا، لان هي علاجيه بنسبه كبيره، مش حاجه مثلا زي الكاموميل او زي اليانسون او النعناع نقدر ناخدها عادي كده في اي وقت. لا، هي ليها بريكوشنز برضو او تحذيرات. التحذيرات هي طبعا ممنوعه منعا باتا مع المرضعات او الحوامل، بتسبب الاضهاد. تاني حاجه، اي حد عنده تقرحات معده ما ينفعش ان هو يستعملها. تالت حاجه بقى مهمه جدا، انا قلت ان هي بتقلل ضغط الدم وبتقلل ضغط السكر، بس لو حد مريض اوريدي ضغط او سكر وبياخد ادويه بتقلل السكر وخد كمان اشواغاندا لاكتر من 3 ل 4 اسابيع، ممكن جدا يدخل في غيبوبه ان هو سكره يوطى جدا، يعني هي فيري افكتيف، مؤثره جدا. فممكن لو حد بياخد ادويه ضغط او ادويه سكر فعلا ممكن جدا ضغطه يوطى، ما يتلحقش، ممكن سكره يوطى وهو نايم. فلو حد اوريدي بياخد دواء ضغط او سكر او كمان ثايرويد جلاند هرمون زي الثايروكسين او الحاجات اللي هي الغده الدرقيه برضو، لانها برضو بتاثر على القلب، فلازم يظبط الاول الجرعات ويقول للدكتور ان هو بياخد اشواغاندا بصفه مستمره، لانها بتاثر طبعا. فما ينفعش حاجتين ياثروا على نفس الحاجه، ممكن يبقى المفعول اضافي لدرجه ان هو يتعب. حاجه تانية برضو، لو حد داخل جراحه لازم يقول للدكتور البنج ان هو بياخد اشواغاندا، لو هي الجراحه يعني مثلا زايده حاجه طارئه. لكن لو حاجه احنا عارفينها ومترتب لها لازم نبطل اشواغاندا قبليها باسبوعين، لانها بتساعد على الاسترخاء. فما ينفعش مع البنج كمان، البنج طبعا بيساعد على الاسترخاء، يبقى واخد اشواغاندا، فممكن جدا ان هي تاثر عليه تاثير مش كويس. فعلشان كده هي في فعلا حالات حصل لهم حاجات تقرحات المعده، دي اكتر حاجه برضو انا بشوفها، لان هي اريتنت يعني بتعمل التهاب لجدار المعده. لو حد عنده مشكله في جدار المعده ما يستعملهاش طبعا. لو عدينا الثلاث شهور يفضل ان احنا نوقف الاشواغاندا، لانها برضو ممكن تعمل مشكله في المعده. اوكي دكتور، هل هي فعلا بتساعد على الحرق؟ يعني الناس لو عايزه تخس ياخدوا اشواغاندا؟
بصي زي ما قلت لك هي بتساعد على يعني انها تفرز طاقه ايجابيه. يعني مثلا احنا محتاجين انرجي، الاشواجاندا بتزود الانرجي ليفلز، بتخلينا انا فهمت عندنا موضوع طاقه. الانرجي والتوتر، انا بسأل هل هي بتساعد على ايوه ما الحرق؟ هو انا لما بي بي لا مش بتساعد على الحرق، بتساعد ان انا يبقى عندي طاقه ان انا احرق دهون كويس، ان انا العب اكسرسايز اكتر، ان انا اقدر امشي اكتر، ان انا ما اتعبش بسرعه، فبالتالي بتزود معدل ان انا اقدر اتحرك، فبالتالي الحرق بيزيد. لكن مش بتساعد على الحرق ان هي بتساعد على الحرق، لا. طيب في ناس كتير بتقول الأعشاب دي حاجة طبيعية وإن إحنا مش لازم نرجع للدكتور قبل ما ناخدها، هل الأشواجاندا لازم نرجع للدكتور قبل ما نستخدمها ولا لأ؟ لازم نرجع لدكتور في أي أعشاب، لأن معظم الأدوية المعروفة بتبقى متاخدة من أعشاب بجرعات معينة، بتبقى ثيرابيوتيك يعني علاجية أو وقائية أو عادي يعني هاوس هولد، أو نقدر نستعملها عادي في البيت. هديكي مثال صغير، مثلا النعناع. النعناع لو احنا بنشربه باكيتس شاي مثلا في البيت، نقدر نستعمله عادي براحتنا في أي وقت. بس في دواء معروف جدا عباره الماده الفعاله بتاعته هي النعناع، بيساعد بجرعات معينه بقى علاجي، فما ينفعش اي حاجه ناخدها بجرعات كبيره غير لما نرجع للدكتور. الاشواجاندا بجرعات كبيره ممكن جدا تجيب تقرحات في المعده، ممكن تعمل هبوط في ضغط الدم، هبوط في سكر الدم، فما ينفعش تستعمل. واكتر من 3 شهور انا لا انصح بيها تماما، لازم بعد ال3 شهور دول نوقف فتره ونرجع نستعملها تاني. الجرعه اليوميه بتاعت الاشواجاندا 600 ملي جرام في اليوم، وانا بنصح بنصها، ما ينفعش ان احنا نروح لاعلى حاجه، اعلى ليميت في الاول خالص في بدايه استعمالنا للاشواجاندا. يعني انت ولكن حضرتك هي بتقول لنا ناخد ماكسيمم اوف بالكتير ناخد 300 مللي جرام. 600 في اليوم ده المسموح بيه من منظمه الصحه العالميه، لكن ال 300 ده السيف لاين اللي انا المفروض لو هاخدها كل يوم اخد 300، ما ازودش عن كده علشان ما بقاش على الماكسيمم ليميت بتاع الديلي يوزج بتاعها. اوكي طيب احنا عارفين طبعا ان الادوية بتكون عليها رقابة، هل الاعشاب برضو بيكون عليها رقابة ولا لا؟ على حسب انت بتتكلمي في مصر، لو في مصر الاعشاب عليها رقابه ولازم تبقى مصرحه من هيئه سلامه الغذاء والدواء. وطبعا في اعشاب كتير مستورده من حتت مختلفه، دي انا ما عنديش خلفيه عنها، لكن في مصر لازم تكون مصرحه من وزاره الصحه ومن معهد التغذيه ومن هيئه سلامه الغذاء والدواء كمان. اوكي طيب من فترة برضو كان في ترند الكارما ميت واتضح ان ليه اثار جانبية كبيرة، ايه تاني من الاعشاب منتشر حاليا وممكن يكون ليه اضرار واحنا مش عارفينه؟ في الباشن فلاور منتشرة جدا وليها فوائد كتير، وفي الكاموميل على فكرة من ضمن الحاجات اللي فعلا بتساعد على الهدوء جدا، والجرعات الكبيرة منه بتبقى مؤثرة جدا. في كذا حاجة، في حاجات كتير، كل الأعشاب ليها فوائد يعني، وفيها فلافونويدز، فيها حاجات تانينز، الشاي مثلا في تانينز، الكاموميل في حاجات فيها فلافونويدز، الحاجات دي كلها مفيدة جدا ومؤثرة جدا، بس برضو لازم تحت إشراف طبيب لو هنستعملها بكميات كبيرة زي كبسولات مثلا، أو يعني هنستعملها ب ب ب ب بشكل مبالغ فيه ما ينفعش، لأن كلها ليها آثار جانبية وبرضو ليها فوائد. طيب دلوقتي لو حد ما كانش يعرف وبقاله فترة طويلة بياخد الأشواجاندا، حضرتك تنصحيه بإيه عشان يطمن على نفسه؟ ان هو بصي الـ الاثار الجانبيه بتاعت الاشواجاندا بتبان على طول، يعني حد دايما هبطان، دايما مرهق، دايما وشه بيل، معناه سكر واطي او ضغط واطي او كده، الحاجات دي ممكن جدا تكون من الاشواجاندا، فلازم يوقفها على طول لو هو عنده الحاجات دي. لو هو مثلا عنده مشاكل في الجهاز الهضمي من ساعه ما استعملها، لا طبعا يوقفها. لو حد بيرضع او حامل طبعا برضو لازم تبطلها، او طيب لو حد داخل جراح ولو هو بطلها ما بيبقاش فيه ضرر؟ لا ما بيبقاش فيه ضرر خالص. اوكي دكتورة نهى الشتيبي استشاري التغذية العلاجية بنشكرك جدا على وجودك معانا، وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب.